السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو نتعلم كيفية إنشاء فصل افتراضي من خلال أدوات المقرر. هل هناك أدوات أخرى أو وسائل أخرى لإنشاء الفصل الافتراضي؟ نعم، والفصل الافتراضي يمكن أن يسمى فصل افتراضي أو جلسة افتراضية أو قاعة افتراضية أو محاضرة افتراضية، كلها بنفس المعنى. الوسيلة الأولى لإنشاء الفصل الافتراضي من خلال أدوات المقرر، وذلك بالذهاب إلى الصفحة الرئيسية إلى أحد المقررات التي يتم تدريسها كالآتي. بالذهاب إلى الصفحة الرئيسية لأحد المقررات والدخول إلى الصفحة الرئيسية، نتجه إلى إدارة المقررات الدراسية. ثم نختار أدوات المقررات الدراسية وبالضغط عليها تظهر لنا قائمة. الاختيار الأول فيها هو البلاك بورد كولابوريت ألترا، وهو الخاص بإنشاء وإدارة الفصول الافتراضية. بالضغط عليها تظهر هذه الواجهة والخاصة بالفصول الافتراضية، إنشائها والتحكم فيها والإعدادات. وكما نرى هناك مكانين لإنشاء الجلسة الافتراضية. بالضغط على إنشاء جلسة من هذا المكان أو من هذا المكان، فتنشئ أو نبدأ في إنشاء جلسة افتراضية، ثم نبدأ في الإعدادات كما سنرى في الفيديو بعد القادم.